السلام عليكم. هذا الدرس راح يكون عن عمليات رياضية. حتى نختصر الوقت، فأني كتبت هذه الأكواد من قبل. هنا عندي رسالة أطبعها المستخدم بأنه Enter Number 1. فالمستخدم راح يدخل Number 1. فبالتالي أنا راح أستقبل هذا Number 1 بالريد لاين، ومن ثم أحوله إلى Integer، وهذه هي Null Safety. والقيمة اللي أنا قرأتها من المستخدم راح أخزنها بمتغير. هذا المتغير سميته Num1 نسبة إلى Number، او اختصار لنمبر. ومن ثم طبعت رسالة ثانية للمستخدم، قلت له انتر نمبر 2، فالمستخدم راح يدخل نمبر 2. ايضا استقبله بالريد لاين واحوله الى انتجر، واستخدمت النول سيفيتي، وهذه القيمة اللي خذتها المستخدم راح اخزنها بالنام 2 نسبة الى نمبر او اختصار لنمبر. فاني صارت عندي نمبر 1 ونمبر 2، اذا نام 1 ونام 2. بعدها راح اجري عليها العمليات الرياضية. العمليات الرياضية هي الجمع والطرح والضرب والقسمة. فالجمع نسميها summation، نختصرها بالسام. فإذا عرفت متغير اسمه سام، هذا المتغير ويساوي num1 زائد num2. نفس الحالة متغير ثاني اسمه sub، هذا السب يساوي num1 ناقص num2. نفس الحالة متغير ثالث اسمه mul، نسبة إلى multiplication بمعنى عملية الضرب، وتساوي num1 في num2. والعملية الرابعة هي القسمة division بمعنى القسمة، وتساوي num1 على num2. فإذا لو أدوس run، شوف أنه طلع لي enter number، راح أدخل له 8 مثلا، ومن ثم enter number 2 أدخل له 2. إيش يقول لي؟ يقول لي بأنه summation 8 زائد 2 هي 10، subtraction الطرح، ف 8 ناقص 2 6، والmultiplication الضرب 8 في 2 16، والديفيجن قسمة 8 تقسيم 2 4. شو ممكن أعدل على هذا الكود؟ هنا أنا ممكن أنه ما أعرف هذه المتغيرات، يعني ما أحتاج إلى هذه المتغيرات. بدل ما أعرف متغير اسمه سام، هذا السام يساوي num1 زائد num2، مباشرة أقول أطبع لي سام تساوي num1 زائد num2. لكن شو أطبعها؟ فهنا لازم أستخدم الطريقة الثانية، بأنه بدل علامة الدولار هذه راح أطلع من الدبل كوتيشن وأقول زائد sum بهالصورة هذه. إذا بدل ما أستخدم زائد sum راح أخلي أقواس، ومن ثم راح أخلي num1 زائد num2 بهالصورة هذه، ومن ثم هذا sum راح أحذفه. إذا println اطبع لي sum يساوي قيمة num1 زائد num2. إذا نفس الحالة ممكن أكمل البقية، أنه راح أسوي بهالصورة هذه، ومن ثم أقول زائد أسوي بها الصورة هذه. إذا نشوف الآن اختصرت الكود بها الصورة هذه. إذا راح يطبع لي sum يساوي قيمة num1 زائد num2، sub تساوي قيمة num1 ناقص num2، ومال يساوي قيمة المال1 في num2، وdiv يساوي num1 تقسيم num2. بالحقيقة ممكن تقول انه هناك عملية خامسة، وهي عملية باقي القسمة. لو انسخ هذا السطر، عملية باقي القسمة ممكن نسميها مثلا المود، اللي هو المودوليشن اعتقد اسمها. فهذه المود نسويها بهالصورة هذه. هذه علامة النسبة بالمية بمعنى باقي القسمة، فهذه ايضا تعتبر عملية رياضية، بمعنى انه باقي قسمة العدد الاول على العدد الثاني. اذا هسه لو اشوف ادوس ران لهذا البرنامج، ما عندي اي مشاكل، شوف هنا علامة صح، طلعت لي هذه النافذة، يقول لي بانه دخل العدد الاول والعدد الثاني. راح ادخل العدد الاول 9 والعدد الثاني 2. نشوف الان هنا summation المجموع 9 زائد 2 11، الطرح 9 ناقص 2 7، والmultiplication الضرب 9 في 2 18، ومن ثم division هو 4، 9 تقسيم 2 هو 4 ويبقى 1، فبالتالي ناتج القسمة هو 4، لأنه هو يستقبل فقط انتجر، ما ينطيني الأعداد العشرية. وباقي القسمة هو 1، إذا المود هو 1، المود بمعنى باقي القسمة. إذا هذا الرمز بالمية بمعنى باقي القسمة.